بنجدد الترحيب بحضراتكم مره تانية. الواحد بيفرح وبيبسط لما يلاقي لعيبه موهوبه في الدوري المصري، لعيبه واعده، وبيتمنى دايما طول الوقت ان اللعيبه دي تبقى كتير جدا في الدوري المصري وفي الانديه المصريه كلها، عشان ده في الاول وفي الاخر بيفيد اسم الكره المصريه وبيفيد منتخب مصر. واحد من اللعيبه اللي ظهرت بشكل جيد جدا مع كل لعيب مع كل فرقه لعب لها، وكان دايما بيبقى ليه لمحات وبصمات كده خلت كل الناس تقول ان اللعيب ده لعيب كويس جدا، واللعيب ده لو اخذ فرصه اكبر، لو اتحط عليه الضوء بشكل اكبر، لو طور من مستواه وفضل مستمر في تقديم اداء جيد، ممكن يبقى في مكانه مختلفه. اللعيب ده هو احمد امين اوفا اللي مشرفني منور النهارده. حبيبي يا كابتن، ربنا يخليك. عامل ايه؟ الحمد لله بخير والله. حضرتك نور الدنيا، ربنا يخليك. على فكره انت واحد من اللعيبه اللي كتير من الناس واخده بالهم منها ومتوقعين لك مستقبل كبير ان شاء الله الفتره اللي جايه. الحمد لله. طبعا انت حاسس بده؟ حاسس بده من الناس، من الشارع، من المتابعين، من البرامج؟ حاسس ان الناس شايفاك مهاجم واعد تقدر توصل لمكانه مختلفه الفتره اللي جايه؟ طبعا اكيد. الناس كلها، كل الناس بيقولوا لي نفس اللي حضرتك بتقوله ده. استمر ودوس على نفسك واشتغل وان شاء الله توصل لمكانه. طب خليني بقى اعرف والناس تعرف، انت ابتديت ازاي يا احمد؟ انا ابتديت من نادي العياط. انا اساسا من العياط. عندك كام سنه؟ عندي 27. 27. ابتديت في نادي العياط عندنا، لعبت حوالي سنه ونص، وبعد كده الشرقيه الدخان اشتروني، لعبت معاهم سنتين ونص، وبعد كده سيراميكا بقى اشتروني من الدرجه الثالثه. كنت صاعد مع الفرقه ممتاز بيه، ونادي سيراميكا كان لسه صاعد للدوري الممتاز. ده معتز البطال اللي حطنا عليه. اه كابتن معتز وكابتن عايز. هو شاطر شاطر. كابتن معتز بصراحه شخصيه محترم. لعبت معاهم كملتش حاجه، لعبت معاهم 6 شهور وطلعت لمصر المقصه اعاره. الكابتن ايهاب جلال ما لعبتش برضو هناك وكده، الكابتن ايهاب مشي وراح الاسماعيلي السنه دي. ايوه. فرجعت انا بقى سيراميكا من اول الموسم برضو ما لعبتش، طلبت ان انا اطلع اعاره لنادي ايسترن كومباني. ده النادي اللي انا لعبت فيه من، وسيراميكا اشتروني منه، لعبت هناك 6 شهور الحمد لله قدرت امشي بصوره كويسه معاهم. ونادي انبي اشتراني من سيراميكا، كنت انا طالع اعاره اصلا من سيراميكا الايستر. نادي انبي اشتراني بيع نهائي من سيراميكا. على مدار الفترات والسنين والانديه دي كلها، مين اكتر مدرب انت حاسس ان ليه بصمه عليك، يعني طور في مستواك، طور في امكانياتك؟ انا بصراحه من اول الدرجه الثالثه كان كابتن علاء ابراهيم. ايوه. هو اللي كان ماسكنا بصراحه. انا كنت قاعد سنه ونص. كابتن علاء نجم الاهلي. كابتن علاء ابراهيم كان ماسكنا في الدخان في الدرجه الثالثه. هو بصراحه اللي طور من مستواه بفضل ربنا سبحانه وتعالى، وكابتن علاء قدرت اوصل اللي انا فيه ده. ايوه. كنت قاعد سنه ونص ما كنتش بلعب في الدخان وكده، فكابتن علاء جه الموسم ده صعدنا فيه. الحمد لله قدرت ان انا اساهم مع الفرقه، كنت جايب 27 هدف، فقدرنا ان انا نصعد للدرجه الثانيه والحمد لله ربنا كرمنا وقدرت ابقى موجود في الدوري الممتاز. والكابتن تامر برده، كابتن تامر مصطفى بصراحه يعني لما جه السنه دي بصراحه يعني اتطورت معاه جدا بصراحه، بيتكلم معايا كتير. مدرب شخصيه محترمه بره الملعب بصراحه، حاجه بصراحه هو كل دايما كل مره بيكلمني ويكلمني بشد كويس، ان شاء الله تروح المنتخب شد حيلك مش ده مستواك. بصراحه هو برده الكابتن تامر والكابتن علاء بصراحه الاثنين هم اللي فرقوا معايا في مسيرتي في الكره لحد دلوقتي.